إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة ودعم الاستقرار الأمني فيها ومواصلة الإعمار والبناء، أهداف أعلن عنها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في حزم الإصلاحات التي طرحها تلبية لمطالب المحتجين. وزير الهجرة والمهجرين توجه لمحافظة صلاح الدين للاطلاع على واقع النازحين وحل المشكلات التي تحول دون عودتهم لمناطقهم، وأيضا لتوزيع دورا واطئة الكلفة على المستحقين منهم ومشاريع مدرة للدخل لغيرهم. زيارتنا هذه اليوم مهمة جدا لسببين رئيسيين. المشروع الأول الخاص بالدور واطئة الكلفة، إضافة إلى المشروع الثاني والمهم أيضا هي المشاريع المدرة للدخل. كثير من العوائل النازحة لا تملك الدخل لعوائلها وقد فقدت معيل للعائلة، فكانت من المشاريع المهمة لخطة عام 2019 لوزارة الهجرة والمهجرين تقديم هذه المشاريع لتعين العائلة في أن يكون لها دخل ثابت شهري. وكانت هنالك سبع مشاريع مهمة وأساسية، واليوم سوف نقوم في محافظة صلاح الدين في توزيع هذه المشاريع على العوائل المحتاجة فعلا. وزير الهجرة نوف البهاء قال أيضا أن المنح التي وزعتها دائرة الهجرة والمهجرين شملت أكثر من 6000 عائلة، واعدا بإطلاق المزيد. استكمالا للبرنامج الحكومي وما وعدت به وزارة الهجرة والمهجرين لأبنائها النازحين في تقديم المنح المالية، اليوم محافظة صلاح الدين قد غطت حوالي 6300 عائلة من المنح، واليوم الوزارة إن شاء الله في الأسابيع القادمة سوف تطلق المنحة الرابعة للنازحين كي تعينهم في العودة إلى مناطقهم. محافظ صلاح الدين عمار جبر بدوره أعلن وجود صلاحيات منحت له لتوزيع الأراضي السكنية للمشمولين بالرعاية السكنية. هناك مشروع وصلاحيات منحت للمحافظ لتوزيع أراضي سكنية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية والأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة وكل هذه الفئات إن شاء الله. حددنا أماكن في كل قضاء، بدينا بقضاء تكريت البارحة، وكانت حددنا منطقتين لتوزيع أكثر من 20,000 وحدة ألف قطعة سكنية للعوائل. هنالك برنامج أيضا القروض الصغيرة والمتوسطة في بالتعاون مع الحكومة المركزية. ويتأمل النازحون في جميع مناطق العراق الرجوع إلى مناطقهم التي دمرها التنظيم الإرهابي، وما يعيق ذلك عجلة الإعمار التي لا زالت متلكئة حتى اللحظة.